بسم الله. النهارده ان شاء الله هنتكلم على مقدمه بسيطه كده عن الفيسلز. ايه هي الفيسلز اللي احنا عايزين نعرف، او يعني بالنسبه للاناتومي يعني ايه اللي يخصنا المفروض نعرفه عن الفيسلز؟ طبعا فيسلز يعني اوعيه دمويه، مش شرط اوعيه دمويه، فيسلز معناها اوعيه عموما يعني. ممكن تبقى بلاد فيسلز يعني اوعيه دمويه، او ممكن تبقى ليمف فيسلز اوعيه ليمفاويه. يعني في عندنا حاجه اسمها ليمف، سائل ليمفاوي يعني vessels، وفي عندنا حاجة اسمها blood vessels. طبعا انا مش موضوع دلوقتي ان انا اتكلم على التركيب بتاعه او ايه نظامه، بس بتكلم على دلوقتي لو انا عايز افهم، لو انا بتكلم عن موضوع مثلا ايه vessel، ايه المفروض اقوله او ايه المفروض ان انا اعرفه عنه. بالنسبة للblood vessels عموما ده اللي انا عايز اتكلم عنه، في عندي نوعين من الblood vessels، في نوعين، في عندنا artery معناها شريان يعني، وفي فين او وريد. ماشي، يعني في عندي حاجه اسمها ارتري وعندي ايه فين. ارتري معناها شريان، فين معناها ايه وريد. ارتري بياخد الدم من القلب، مش بيوزعه على انسجه الجسم كلها يعني. ارتري بيتوزع على الجسم، بيطلع من القلب ويتوزع للايه، لانسجه الجسم. انما بالنسبه للفين ده المفروض ان هو بعد كده بياخد الدم الارتري ويوزعه للجسم وبيرجعه فين تاني، للقلب. طبعا مش بتكلم على ميكانيزمات او كده، انا بس انا عايز اعرف حاجه معينه، ايه المفروض ان انا اعرفه عن ارتري كبدايه او نهايه. بصوا معايا، اي ارتري بتكلم عنه لازم اعرف الاتي: طلع منين وانتهى فين. طلع منين معناها اوريجين او بيجيننج، بدايته. انتهى فين يعني اند. ماشي. طيب بالنسبه للاوريجين والاند بتاع مين، بتاع الارتري، في عندنا كذا حاجه عايز ايه نعرفها. بصوا معايا دلوقتي، لو الهارت هنا قدامنا هو القلب اهو، شايفين منظره عامل ازاي للقلب، تمام. وزي ما احنا شايفين كده القلب بيطلع منه اكبر شريان في الجسم اللي هو الشريان الاورطي، زي ما احنا شايفينه الاورطه اهو ده. وبعد كده بيروح الاورطه ده ايه، متفرع لاجزاء. بس انا عايز اقول حاجه مثلا يعني معلم من الاسماء دلوقتي، ده ارتري اهو شايفينه طالع من القلب، بس هو انتهى هنا. ده ارتري تاني، ده ارتري تالت، ماشي، وادي ارتري رابع، ماشي. فانت تخيل ان هو ايه، طب واحد يقول ما هو المفروض كل ده ارتري وخلاص. لا، يعني هو كل ارتري في منطقه معينه يبقى ليه اسم، هنا ليه اسم، هنا له اسم تاني، مع انه باين ان هو كان ايه، اكنه ارتري واحد او انه خرطوم واحد ماشي كده فين في الجسم. طيب اعبر عنهم ازاي؟ انا عايز اعبر مثلا، عايز اتكلم عن الارتري ده بدايته ونهايته، عايز اتكلم مثلا عن الارتري ده بدايته ونهايته. فلو جينا مثلا إيه، خدنا مثلا الاثنين دول، ماشي، الجزء ده كده مع بعض كده، نشوف ايه الموضوع بتاعه. فمثلا عندنا المنظر اهو، ادي ارتري اهو زي ما احنا شايفين، وادي ارتري تاني، ادي ارتري، ادي التاني، ادي التالت، ادي الرابع، ادي الخامس. هنرسم مثلا المنظر ده ونتفرج كده ونشوف ايه الموضوع. بص معايا، ادي ارتري اهو، مثلا فينا هنقسم الارتر ده اجزاء كده مثلا زي ما احنا شايفين كده، هنسمي مثلا ده الارتر A وده الارتر B وده الارتر C وده الارتر A D. ماشي، ده بالنسبة للمنظر عندنا، قلنا زي ما هنسمي دلوقتي كده، ادي A B C D. طيب دلوقتي لو انا عايز اتكلم مثلا عن الارتري مثلا ايه، فهنقول ايه مثلا، لو جينا او الارتري بي، معلش نتكلم عنه، الاوريجين بتاعه عامل ازاي او بدايته عامله ازاي. الارتري بي ده والله بدايته ان هو تكمله الارتري ايه، ماشي صح، يعني الارتري ايه كان ماشي كده والدم جاي كده. طب معلش، واحنا ليه ما قلناش البدايه من تحت لفوق مثلا؟ ليه قلنا من فوق لتحت؟ عشان القلب موجود هنا، فالدم بيجي من القلب بيتوزع في الاطراف، فانت بتتكلم على البدايه والنهايه على حسب اتجاه الدم ماشي بيعمل ازاي. فانت لو بتتكلم على ارتري بي مثلا، هيبقى بدايته تكمله الارتري ايه، ماشي. طب نهايته بيتفرع فرعين اللي هما مين ومين، دي وسي. طب سؤال تاني، لو انا حبيت اتكلم على الارتري ايه، نهايته ايه، ماشي، نهايته بيكمل يبقى بي. يعني لو حبيت اقول مثلا الارتري ايه الاند بتاعته كونتينيو از بي، طب لو هتكلم على بي بدايته، يعني بداية بي هي نهاية ايه؟ ايه؟ بي
continuation of A ماشي كلام ده بالنسبة لB. طيب طب بينتهي ازاي؟ بي ديفايد انتو بي اند سي. طب انا دلوقتي انا عايز اقارن بين نهايه الارتر اي وبين نهايه الارتر اي بي. الارتر اي نهايته ها قلنا كونتينيو از بي ده بالنسبه لايه. طب نهايه الارتر بي بي ديفايد انتو دي اند سي مش كده؟ طب يبقى طب لو حبيت اوصف الكلام تاني بقى ان الارتر بي بيبدا ازاي؟ continuation of R3A. فهمت قصدي؟ ده بالنسبة للإيه؟ كبداية ونهاية بالنسبة للإيه؟ للأرتر. طيب تمام. طب حاجة تانية يعني، طب الأرتري قلنا إيه؟ في origin وفي end، طبعا على حسب شكله بقول الأوريجن الإيه والإند. تمام. يعني لو رجعنا تاني للمنظر ده، الأرتري ده تكملة الأرتري ده وبيكمل يبقى أرتري تاني، بيكمل مش بيتفرع. طب الأرتري ده كان تكملة الأرتري اللي فوق ده وبينتين، هو بيتفرع إيه؟ بيتفرع فرعين. ما ينفعش اقول بكمل، ده هو هنا اتفرع ايه؟ بيتفرع فرعين اتنين اهو. تمام. طيب ايه تاني عايز اتكلم عنه؟ فبالنسبه للارتري يعني عموما، او المفروض ان احنا بنقول عنه ايه؟ في عندنا ده بالنسبه للاوريجن والايه؟ والاند. في عندنا حاجه اسمها كورس اند ريليشن. طيب بالنسبه للكورس والريليشن عموما يعني ايه الفرق؟ يعني بتفرق عن ايه؟ كلمه كورس يعني ماشي ازاي؟ كويس؟ من فوق لتحت، من تحت لفوق، من اليمين للشمال، من الشمال لليمين، ده بالنسبة لكلمة ايه؟ كورس. تمام. يعني مثلا ارتري زي ده، نرجع تاني كده للارتريز ده ماشي. الكورس بتاعه لو ده في ده جسم الانسان، هو بينزل لتحت ولا طالع فوق؟ نزل لتحت. الديسند بينزل فيرتيكالي داونورد، بينزل عمودي لتحت، ده بالنسبة للايه؟ الارتري ده، ادي الكورس بتاعه. طب وهو نازل بقى كان ايه اللي حواليه؟ كان جنبه كليه، كان جنبه مش عارف ايه، كان قدامه بنكرياس، وراه عمود فقري. فهمتوا؟ دي اسمها بقى ايه؟ ريليشنز. يعني لو رجعنا تاني لرسمتنا كده هنا، لو انا الجسم عندنا بالمنظر ده كده اهو، ده الجسم بتاعنا، وفي ارتري مثلا جاي بالشكل ده كده، تمام، هنا فوق مثلا وهنا تحت، تمام، وفي عندنا مثلا هنا ايه بعض اعضاء داخليه حوالي بالمنظر ده كده. طبعا دي كل حاجات ايه يعني للفهم بس، منظر مشكله طبعا يعني. وليكن مثلا ايه 1 2 3 4 5 ادي 6 ماشي. فانا عايز اوصف الارتر ده كده فوق وكده تحت. فاول حاجه كلمه كورس، الارتر ده ماشي ازاي؟ الديسند فيرتيكالي داونورد، الارتر نازل لتحت، تمام. بس ده اسمه ايه؟ الكورس ماشي ازاي. او بيقول لك ان الشارع ده مكمل طوالي لحد اخر الايه، لحد اخر المنطقه دي ماشي، ده اسمه الكورس بتاعه. طب حضرتك وانا ماشي في الشارع بتلاقي، قال لك بتلاقي محل مش عارف هنا اسمه ايه، ومحل هنا اسمه ايه، ومحل دي ريليشنز بقى، الحاجات اللي موجوده ايه حواليه. بص معايا كده، فبالنسبه للمنظر ده كده فالارتري وهو نازل، عايز اتكلم على الريليشنز بتاعته، ايه اللي حواليه وهو ماشي. والله كان حواليه كان هنا مثلا، لو ده الشمال مثلا، ناحيه الشمال وناحيه اليمين ماشي. مثلا احنا ناخد ابسط ايه الامثله يعني، والله هو نازل كان في الاول على شماله واحد وعلى يمينه اثنين، وبعدين بقى على شماله ثلاثه وعلى يمينه كام؟ اربعه، وبعدين على شماله خمسه وعلى يمينه كام؟ سته. شوف خدت بالكم انا عملت ايه دلوقتي؟ لما اقول لك كورس اند ريليشنز نزل ازاي وبالترتيب في الريليشن الاول او الكذا. واحد بيوصف لك طريق ماشي، يقول لك ايه، انت هتمشي وبعدين هتقابل كوبري، وبعدين كوبري يبقى عشان تلاقي نفق، وبعدين هتعدي تاني مش عارف هتلاقي ايه داخله يمين، بالترتيب. ما فيش حاجه يعني، في كوبري وفي نفق وفي داخله يمين، ما ينفعش اقول ده هتلاقي في بقى داخله وفي كوبري، لا بالترتيب عشان ما تهش. فلازم بنفس الكلام بقول له كريليشن، كان في الاول كان على شمال واحد، على الليفت سايد في واحد، على الرايت في اثنين، وبعدين على الليفت في ثلاثه، وبعدين اربعه على الرايت، وبعدين في الاخر بقى على الليفت خمسه، وعلى الرايت ايه الاورجن او العضو رقم كام؟ رقم سته. لازم بالترتيب، ترتيب الاحداث عشان بتوصف الايه؟ احنا بنقول كورس اند ريليشن، ما ينفعش اقول ثلاثه وبعدين اربعه وبعدين خمسه وسته وبعدين واحد واثنين، ايه ده؟ ما ينفعش الكلام طبعا، لازم بالايه؟ بالترتيب، ده اسمه كورس اند ايه؟ اند ريليشنز. طيب ده بالنسبه للايه؟ للكلام عن الايه؟ بالنسبه قلنا الارتري، قلنا اوريجن واند، وبعدين كورس اند ريليشن، وحاجه ثانيه اخيره الارتري بيتفرع، الفروع اسمها ايه؟ اسمها برانشز. معايا؟ يعني الارتر ده وهو ماشي كده مش طرزان يعني؟ لا، بيدي فروع، بيدي فرع، ودي فرع، 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 ودي فرع، ودي فرع. فهمتوا قصدنا ازاي؟ بس يفضل فروع تقولها بالترتيب، وهو نازل ماشي عند بدايته بيدي الفرع كذا وكذا،
A و B مثلا، وبعدين عند المنطقة الفلانية راح مد الفرع C و D أو الفرعين C و D، وبعدين عند المنطقة فقبل ما ينتهي خالص راح مد الفرعين اللي هما مثلا A و F، وهكذا. برضو يفضل ان الفرع برضو تقلب الايه بالترتيب افضل، اكنك بالظبط بتوصف خريطه موجوده فين، موجوده في الجسم. برانشز معناها ايه؟ معناها فروع. اوريجن اي ارتر بتكلم على اوريجن، بتكلم على اند، بتكلم على ازاي مش ازاي كورس بتاعه ماشي، نزل تحت طلع فوق او ايا كان. ريليشنز ايه اللي حواليه، وبعدين هو ماشي بيدي تفرعات او اسمها الايه، اسمها برانشز. طيب حاجه تانية، ده بالنسبه للارتر. طب الفين الوريد، قال لي بص بقى معايا كده هنا، لو رجعنا للمنظر تاني اهو، ده القلب اهو، ده ارتري ماشي، واللي رايح القلب ده عباره عن ايه؟ عباره عن فينز، ادي فين وادي فين مثلا اهو، ده رايح لفين؟ رايح للقلب. طب لو رسمنا مثلا الفين ده وعايز نتكلم على بدايته ايه ونهايته او اي فين عموما، يعني بص معايا، وليكن في عندنا فين بالشكل ده، مثلا برضو انا مش بتكلم على فين معين، انا بتكلم على ايه، على اي حاجه يعني ممكن تقابلنا فين في المنهج بتاعنا يعني ماشي. وده مثلا هيكمل برضو تاني، يبقى فين تالت مثلا، وليكن ده الفين A B C D و E. اشمعنى يعني خدت الترتيب ده؟ لان كده من الاطراف رايح لفين؟ للقلب. هنا بعد كده بقى هنا فين الهارت في المنطقة دي، الفين رايح للقلب والارتري خارج منين؟ خارج من القلب. اتجاه الدم في الفينز في الاورده رايح ناحيه الايه، القلب، انما في الشرايين بيبقى خارج منين؟ من القلب. طيب بالنسبه للايه، للفينز دول دلوقتي، هو اتجاه الدم عامل ازاي؟ قال لي والله المفروض اتجاه الدم كده، خلي بالكم الارتري كان عكس. طب لما تيجي تشرح فين برضه هشرح باتجاه الدم، يعني ايه لو مثلا من تحت لفوق، يعني من تحت لفوق، تبدأ القصه عامله ازاي. ده بالنسبه للايه، للفين يعني في اتجاه القلب وخلاص. طب اوصفه ازاي؟ يعني مثلا عايز اتكلم على الفين دي مثلا، ناخد السهل الاول ده، الفين ده ماشي، اقول عنه ايه؟ خليه لون ازرق احسن عشان ايه، يعني فين يعني بتاع، تمام. طيب بالنسبه للفين دي بدايته ايه ونهايته إيه؟ طبعا هقول بدايته كونتينيويشن بتاع الفين سي، صح كده؟ طب نهايته بيكونتينيو as E. يبقى بالنسبة للفين، أي فين بتكلم عنه، beginning أو origin بتاعه، end نفس الكلام الكورس بتاعه، relation. طيب وفي كلمة كده في الآخر أقولها نظير الايه، branches في الأرتري يعني، بس هنتكلم هنا الأول نشوف القصة عاملة إزاي. بالنسبة للفين beginning بدايته continuation of الفين سي، احنا بنتكلم عن دي دلوقتي كويس. طب نهايته continue as E، بيكمل يبقى الفين ايه؟ E. طيب ماشي. طيب لو بالنسبه للفين C الاتجاه ده من تحت فوق، خلي بالكم تمام، ينفع اقول الفين C تكمله الفين دي وبنتين وبيتفرع A و B؟ طبعا لا، لان اتجاه ده من تحت لفوق. طب اقول ايه؟ هو المفروض ان الفين A والفين B اتجمعوا مع بعض صح، وعملوا الفين C. فما اجي اتكلم على الفين C بقول ايه؟ ان الفين سي ده عباره عن يونيون اوف اي ام بي، يعني اتحاد الاثنين فينز اللي هم ايه وايه؟ اي وبي. في الحاله دي بنقول الكلام ده تمام؟ اي وبي اتحدوا مع بعض عملوا الفين سي، فده بالنسبه للبيجيننج بتاعت الفين سي، اتحاد اي وبي مع بعض. طب ونهايته؟ ده عادي بقى بيكونتينيو از دي. ده بالنسبه للبيجيننج والاند في ايه؟ في اشكال الفينز المختلفه اللي احنا المفروض نتعرف عليها بعد كده ان شاء الله. طبعا دي حاجات ليها اسم، ايه ليه اسم وبي بعد كده في الاجزاء، على حسب هو في الابر ليمب ولا في اللور ليمب ولا في البطن ولا فين، كل حاجه لها ايه تسميتها يعني. طب الكورس بتاعه نفس الكلام، طالع من تحت لفوق مثلا تمام، الريليشن نفس الفكره، بس هنا بقى ايه، عايز اوضح معلومه صغيره قوي. مثلا اهي في حاجات معديه جنبه مثلا كده اهي ماشي، ادي 1 2 3 4 5 6. خلي بالك بقى هنا وانت بتشرح الكورس بتاعه، هو قدام في الجسم عامل زي ايه، خرطوم كده، بس هو اتجاه ده منين لفين؟ من تحت لفوق. فما تيجي تتكلم على الكورس ها، فروم بيلو ابورد، من تحت لايه لفوق، ماشي من تحت لفوق. الارتري كان من فوق لتحت بتوصف تمام. طب بالنسبه للريليشن كان في الارتري كان عكس اتجاهه، فبقول ايه،
كان دول الاول وبعدين دول وبعدين دول. لا بالنسبه للفيبا العكس، واحد واثنين ريليشن ليك جنبه وبعدين ثلاثه واربعه، بشرح باتجاه الايه الدم. كان في الاول جنب واحد واثنين، ما بدايته هنا، وبعدين ثلاثه واربعه، وبعدين بقى في ايه خمسه وايه خمسه وسته. ده بالنسبه للايه في كافين ككورس وايه وريليشنز بتاعته عامله ازاي. طب بالنسبه ايه فاضل بقى ايه؟ هو الارتر كان بيتفرع صح، الارتر طالع من القلب فطبيعي بيتفرع. طب بالنسبه للفين هيعمل ايه؟ الفين هيستقبل، ماشي، الارتر كان بيدي فروع، انما الفين بيلم بياخد الدم عشان يجمعه فين؟ يرميه في القلب. طب ينفع اقول برانشز؟ طبعا ما ينفعش، برانشز حاجات طالعه منه تمام، انما هقول ايه روافد اسمها تريبيوتاريز، اسمها ايه تريبيوتاريز. ده بالنسبه للايه للفين. فالارتري بيدي برانشز، the artery gives branches، الفين بيريسيفز ايه بقى تريبيوتاريز، اسمها ايه روافد بتتجمع فيه، مش فروع بيسموها يا اخوانا تريبيوتاريز. ده بالنسبه للايه لو حبيت اتكلم عموما عن ارتري او اتكلم عن ايه عن فين. وشكرا.